همك لسه عايش. كلما ناديت أمي داع بج جفني الدموع، داهمتني في الدجا والشوق يجتاح الضلوع. كلما ناديت أمي داع بج جفني الدموع، داهمتني في الدجا والشوق يجتاح الضلوع. فمضيت الدرب وحدي حائرا بين الجموع، وسؤال يحتويني أي حزن حاكني نسجا وريفا باغتراب. هذه فرصة، فرصة، اوعى تستحي، خش على الدار، بص رجليها وقول يا يما انا رجعت لله، انا تايب، افرح يا يما، انا حسمع كلامك من يوم ورايح. هتقول لك يما ايش مال مخك؟ قول لها ولا حاجة، انا كنت في ضياع، انا كنت مجنون، انا لقيت صحيت، صحيت على حالي قبل ما تروحي، سامحيني، ابوس رجلك وراسك. اليوم كل يوم حدلك لك رجليكي، كل يوم حبوس لك ايديكي، كل يوم حجلي، كل يوم حطبخ، كل يوم حدخل المرة تساعدك، كل يوم مش حسيبك، لازم اقول عليك في اليوم مرة مرتين وثلاث. وصية الله يا شيخ، والله وصية الله. يا الله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم امين. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول
الله عليهم من النبيين والصديقين و